صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، اهلا بكم الى هذا النقل المباشر من طرابلس، تحديدا من مكان الاطفائيه، حيث يتواجد الان وراءنا عناصر اطفائيه مدينه طرابلس للاحتجاج وتصعيد احتجاجهم حول المطالب التي كانوا يطالبون بها منذ أشهر طويلة، ولكن لا أحد يسمع لتلك المطالب ولا أحد يلبي هذه المطالب، لذلك هم في تصعيد مستمر، سنستمع إليهم وإلى ما سيقولونه في هذا الإطار. إذا بدك بيطلعوا قبل النائب يعطيك العافية. عم نرجع اليوم نصعد هذا التحرك، وشو المطلوب للأسف نحن شايفين، انتم يمكن اليوم صرنا نحن ب 13 يوم او 14 يوم الشباب معتصمين، وهذه الشباب اتحاد البلديات هو عباره عن اطفائيين اللي هن هلا صاروا 52 53 شخص، 53 عائله ما حدا عم يطلع فيهم، ومقيمين بالبلديه بالاتحاد ولا موصفين، يعني عم يجربوا ما دام ما يحلوا القصه عم يجربوا يعملوا تشنجات بين المقيمين وبين واخر شيء ما حدا اهتم لقصه الاتحاد، ولا حدا اهتم ولا حدا وقف على خاطر هيدي الشباب، ولا مسؤول رفع تليفونه وقال انا بدي اجي شوف شو خاطر هدول الشباب. هدول الشباب من حسن اخلاقهم تكرروا في يفتحوا الاتحاد، للاتحاد مش الاطفائيه، بس للميومين لحتى ما يعملوا لهم عبكره ويكحشوهم من شغلهم، لانه بلشوا بده يستعملوا هذا الاسلوب. يا عيب الشوم بس بنقول لهم، يا عيب الشوم بس بنقول لهم، منو هيدا هو الاسلوب؟ نحن بدنا حقنا، نحن بدنا حقنا لهدول من عم يبدوا صار لهم لحديت هلا فاتوا بالشهر الرابع، وقصة المساعدات والبدل النقل ما عم نحكي فيها، فاتوا بالشهر الرابع من عم يبدوا 1000. يا عيب الشوم اولادهم بروت المدارس، يا عيب الشوم ما فيهم عم ياكلوا ويشربوا، اخر شيء ما خلينا حدا عبر الاعلام، عبركم انتم الله يعطيكم العافيه، وعبر الكل ما خلينا حدا ما نشهدناه. طلبنا ان له وزير الداخليه اذا بتريد ونزلوا الشباب اكثر من مره حل هيدي القصه. معترسة بلدية طرابلس، ليه معترسة؟ عمين معترسة؟ إذا أنت بدك شيء من الكبير أو إذا بدك شيء في شيء شخصي بين رئيس الاتحاد وبين رئيس بلدية طرابلس، شو العلاقة العمية تطلع فيها؟ شو العلاقة؟ كل اللي بدهم إياه ما بيطلعوا 120 ألف دولار، عيب عليهم، يعطيهم مستحقاتهم بقى. هذا منو حكي 13 يوم هن واقعدين بالشارع ما حدا عم يسأل عنهم؟ وين هذا وين المسؤولين؟ وين رئيس بلدية طرابلس؟ ولو ما عندك اولاد صرف لهم مصاري لهدول المعطرين. نحن للاسف وصلنا نحن لمرحله، نحن كنا متوقعين بس يكون في مبادره، ان كان من نائب ان كان من وزير ان كان من رئيس حكومه. امبارح اجتمعوا كلياتهم بدار الفتوى وانتخبوا الشيخ الامام محمد الامام، ونحن بنفتخر فيه كمفتي طرابلس، بس برضه فوق كل هاد لا مفتي سال عنا ولا نائب سال عنا ولا وزير سال عنا، ولك ولا حتى رئيس حكومه سال عنا. لك يا عمي نحن والله اولاد طرابلس، نحن كلياتنا الموجودين هلا اللي شايفين هون بالاتحاد نحن اولاد طرابلس، ما حدا سال عنا بهذا الموضوع، ما حدا سال عن سلامه العلم. يعني انا بفكر اليوم قد على الاعلام نشد الدكتور بشار الاسد، بركي يمكن بيسمع، ما حدا عم يطلع فينا ابدا، يعني نحن منا من طرابلس مثل ما عم بيقول. نحن متأسفين، نحن متأسفين، حتى من كام يوم صارت حالة حريق، سيارة انحرقت بقلب شارع التبانة، لك نحن صرنا نطلع بعض لسيارة عم تحترق، لشو بنعمل؟ لشو بنعمل؟ لما حدا سألان له؟ لما حدا سألان؟ لو ما في دفاع مدني هون اقسم بالله لنخربت البلد. يا عمي في عشة الدفاع المدني مع احترامي لألن ما فيهم يعملوها. نحن طول عمرنا هون قلنا 12 سنة دفاع المدني ما بيطفي بيت، ما بيطفي محل، لك ما بيقرب على سيارة، لأن احنا عم نطلع، نحن قلبنا عم يبكي، لا سيارات عم تحترق، لا عم نطلع ببعض، شو بنعمل؟ لما حدا سألان، لك يا عيب شو مع هيك بلد؟ لوين نياب والنواب متغيرين؟ وين إيهاب مطر؟ وينه؟ إلي خوري وينه؟ طه نيشي وينه؟ مع حفظ الألقاب وينه؟ الله بابا عملتوا اجتماع ما قدرتوا توصلوا لحال رئيس حكومه، استحلينا واحد منكم بس يضرب تليفون، هالشباب شو صاير معهم؟ في رئيس حكومه قريب عندنا هون بطرابلس، ولو كلتنا اولاد البلد وما حدا غريب، والسلامه العامه بطرابلس مهدده، وإن اكثر من 13 يوم ما في اي جواب من اي مسؤول، ولو رئيس حكومه ما حدا وصل له خبر، مع احترامنا له بنحبه وبنجله نحن اولاده، ولو يحس فينا شوي يضغط عليهم التليفون في حله مع عمر الدين رئيس الحكومه، بتليفون في حلة، مع احترامنا له بس بتمنى يوصلنا صوته،
صوتنا يوصل لألو انه نحن عايشين بلد ولا بابو زعبل ولا بعصفوريه ما بعرف خلص يفرطوها يعطونا انقطاع اخي لايكو يا اخي نهايه اخر السنه هذا الزلمه هذا الزلمه عم يحكي معك هلا مرته عندها كونسير عم يفطر على الجمعيات ليلم منه طيب هو مجبور يفطر على الجمعيات مرته عندها كونسير بالثدي ليلم لمرته مجبور انا لم تناكل بلاستيك مجبورين حتى نعيش اولادنا مجبورين طيب مين نشد ناشدنا وزير الداخليه رحنا لتحت بيته اول يوم ناشدنا رئيس الحكومه رحنا لعند القصر لعنده علمينا كمان نفس الشيء ناشدنا عن مين رحنا كمان ما في ضل حدا ما ضل سياسي ما رحنا لعنده عشان مين نشد من نشد السيد حسن نصر الله لك انتم بتحكوا عليه بس هو احلى زلمه لك مع شعبه احلى زلمه مين نشد نحن عم نسالكم مين نشد بنحكي مع ابراس ننزل على شط البحر بنحكي مع وزير الداخليه بابراس مين نشد اخي عملوا لنا باسبورات ما بدكم يانا هون ما بدكم يانا عملوا لنا باسبورات خلينا نروح انا ما معي حق باسبور انا حق باسبور ما معي عملوا لنا باسبورات خلينا نسافر خلينا نرتاح من زمانكم عرفونا البلد عرفونا عشان 12 سنه قدمنا لهون زمانكم يا زلمه 12 سنه قدمنا لهون لطرابلس مر علينا نواب ومر علينا وزراء ومر علينا رئيس حكومه بس ما وصلنا لهالمواصيل هالي نحن فيها يعطيكم العافية يعني ما كان حدا عم بيتابعنا غير الإعلام الله يعطيكم ألف عافية والشعب يلي بنعتبرهم أهلنا وإخوتنا مختصر الكلام كليته من هون بدنا نبلش إنه راهنتوا على أخلاقنا ونجحتوا وراهنا على ضميركم ولكن للأسف فشلنا للأسف نحن لما راهنا على ضميركم فشلنا لأنه من أول يوم نحن قلنا لما رجعنا الآليات لورا وقلنا نمتنع عن الإطفاء والإنقاذ أنتوا نمتوا بسلام والموضوع كأنه شيئا لم يكن اللي صار أنه نحن عن كل مفرق بهالعشرة أيام اللي قطعوا 15 يوم كل يومين بدهم ورقة من الاتحاد وكأنه الكوكب كله يتوقف على هيدي الورقة وإذا ما أخذنا هالورقة يا غيرة الدين وإذا ما جبنا هالجدول اللهم عافنا حيقوم زلزال يقص لبنا شقفتين بكل محبة نحن نفتح ونقول لهم ماشي الحال ما في مشكلة ماشي الحال ما في مشكلة واهم شيء انه نحن بدنا الجداول تعيدكم اهم شيء بدنا نعمل الموازنه الخنفوشيريه الما معروف اولا من اخره والما معروف شو فيها وهي كلها عباره عن ثلاث بنود يعني ولد بالابتدائي بيعملها كمان وافقنا وفيتوا اشتغلوا فيها 7-8 ساعات الله يعطيهم العافيه بحقوقنا اللي نحن بعد ما وصلنا وبعدنا على نفس الوعد الموضوع منو شخصي عرفنا انه نرجع نقول شخصي وعرفنا انه نحن نرجع نبرر انه شخصي وما توصلوا لمطرح بقى يصير شخصي انا حاتم احمد عبوجي اتحمل كامل مسؤولية ما اقول ما تخلونا نوصل لمطرح يصير الموضوع بقى شخصي خلص لا رئيس بلدية البداوي ولا رئيس بلدية طرابلس ولا القائم مقام بالمينا ولا رئيس بلدية أو قائم بأعمال بلدية الألمون ناشدنا ما بقى بدنا نشل نحتكم لضمير ما بقى نحتكم لضمير حدا نترجى ما بقى بدنا نترجى حدا حقنا بدنا هو بتلاقوا صيغة معينة انتو لقوا ما بتلاقوا صيغة معينة انتو ما بقى حدا يلومنا نحن شو بدنا نعمل نحن ما بقى نقول أولادنا جيعي لا فشرب بعين تينكم أولادنا منعرف نطعمية أولادنا ما طلعت من المدارس فشرب بعين تينكم أولادنا منعرف دخل على المدارس بعد في خير بهالبلد وبعد في عالم بهيدي البلد وبعد عنا اخلاق وعنا من الكرامه لانه هيدي رابع مره بيجي الاعلام لنقول اذا بتريدوا من هلا وبروح ما بنقول اذا بتريدوا نحن هلا اخوتنا الموجودين بالاتحاد المهمين بدهم يفوتوا يشتغلوا شغلهم فليكن نحن ما ضدهم ولهيك نحن انا قلت هلا انه انتم عم تراهنوا على اخلاقنا اخلاقنا خلتنا نفتح الباب اخلاقنا خلتنا نفوت هيدول الشباب لحتى يشتغلوا بشو بدهم يشتغلوا يا ريت تفوتوا تصوروا بالآليات اللي ما فيها بنزين وميزوت بشو بدهم يشتغلوا لا تحطوهم بوشنا وتقولوا لنا هيدول الجماعة إذا ما فيتوا ما حيقبضوا بشو بدهم يشتغلوا آليات بدها صيانة بشو بدهم يشتغلوا ما في ميزوت وما في بنزين وما في كهرباء وما في سام عشو بدهم يشتغلوا طب فليكن تفضلوا شو يشتغلوا فرجونا لنشوف فتحنا يلي عم بيقول ما في بدل نقل وما في أخطار لأنه نحن كنا مساعدين وكنا منعم نشتغل لا
لو كنتم متابعينا صح ولو كنتم عم تشوفونا كنتم بتعرفوا انه نحن كنا عم نداوم انه نحن كنا عم نجي لما نحن مسكرين كنا عم نجي. هي السكنه هي السكنه مين كان بتروكي للكلاب الشرد اللي طالعوا فايت لعنا كنا نحن موجودين وعم نداوم صح بس ما عم نطلع بآلياتنا. ما حدا يودينا لمطرح نحن ما بدنا اياه. اذا بتريدوا لاخر مره رجاءا نحن حقوقنا بدنا اياها وبدنا اياها كامله. لا حدا يساومنا لانه اللي بده يساوم بده يكون جاي بخلفيه عم يعرف انه جاي عم بيساومني على لقمه ابني وانه يساومني على لقمه ابني ما انا مقبوله. يعني شويه يكون في عنده ميزان عقل واخلاق. يعطيكم الف عافيه. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال كانت هذه صرخة اصحاب او عمال اطفائية طرابلس. يعني هذه الصرخة العاشرة يمكن اللي كانوا عم يطلعوا فيها من داخل الاطفائية من داخل مركز عملهم لايصال الصوت لمن يعنيه الامر. يعني كان وزير الداخلية او وزير او رئيس الحكومة او حتى رئيس بلدية طرابلس الذي يمتنع لاسباب غير معروفة عن صرف تلك المستحقات لهؤلاء العمال ولباقي افراد هذه الاطفائية. لذلك هم سيصعدون مثل ما قالوا قبل شوي هاي اخر مرة رح يمشوا اذا بتريدوا ولو سمحتوا. فالخطوات الجاية حتكون تصعيدية اكثر. فرح نكون عم نتابع طبعا نحن واياكم عبر صوت بيروت انترناشونال هذه التحركات. فتابعونا دائما على صوت بيروت انترناشونال. كنا معكم من داخل اطفائية طرابلس. انا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح. اشكر لكم حسن المتابعة والى اللقاء.